تحيه باسم وزاره الشباب والرياضه وزملائي، بنتقدم بكل وكامل الشكر والتقدير للمهندس حلمي جويش رئيس مجلس اداره مجموعه الجويش، وايضا يعني هقول كده لابن البار اللي تعامل معانا في بدايه العمل ورؤيته وثقافته، لان هو اللي كان قدامنا واحنا بنتناقش، سواء سيد وكيل وزاره القاهره او زملاء في قطاع الاستثمار في البدايات. المهندس عبد الرحمن جويش، انا بشكرك جدا على التعاون والوطنيه وجذب المجموعه كلها للتعاون في هذا الدور الوطني. عاملين شراكه النهارده وبروتوكول تعاون مع شركه لارز للتنميه العمرانيه لرعايه ودعم خمس مشروعات رياضيه وشبابيه: المشروع القومي للجينوم، المشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي، دوري مراكز الشباب، الاتحاد الرياضي الاتحاد الافريقي للرياضه الجماعيه، الدبلوماسيه الشبابيه. احنا محتاجين الفتره دي تناغم وتكاتف من القطاع الخاص والاقتصادي، ان هو يبقى في تعاون مثمر مع الرياضه بشكل عام. فمن هنا شركه لارز قدرنا نتعاون معاها في هذا البروتوكول بمبلغ مالي كبير لرعايه المشروعات اللي انا اتكلمت عليها كمسؤوليه مجتمعيه من الشركه، ودعم ورعايه للابطال الرياضيين بشكل عام. يعني والله هو الحدث الحقيقه اللي بيحصل في الفتره الاخيره ان هي مساهمه رجال الاعمال ورجال الصناعه المصريين في الدعم المادي للابطال الرياضيين، وده طبعا جاء من نتيجه للنتائج الكبيره اللي حصلت في الفتره الاخيره في التاهيل للاولمبياد، وانت عارف حضرتك في نتائج في المصارعه، في نتائج في رفع الاثقال، في نتائج في السلاح، في نتائج في الخماسي الحديث. فالنتائج دي اهلت ناس كتير حاليا للاولمبياد، وبالتالي احنا محتاجين ميزانيات اكبر. طبعا الدوله مش بخيله على الاداء، لكن بتدي امكانيات، بس احنا محتاجين فعلا، لان الوقت كمان في اشتراك. لازم بعض الاتحادات الدوليه عملت ان الرانكينج الخاص باللاعب في العالم بيتم بناء على اشتراكه في عدد كبير من البطولات. بصراحه الفتره اللي فاتت السيد الرئيس وجه في الحته دي من 2018 في استراتيجيه الوطنيه لبناء الانسان، ومن برضو من هذا المنطلق احنا بنحاول نساعد على قد ما نقدر، لان احنا عارفين ان في كوادر موجوده هنا وعايشين وسطينا، بس فعلا محتاجين حد يكتشفهم. وفي بالفعل حصل السنين اللي فاتت في ناس كتير طلعت لما حصل معاهم الكلام ده، فاحنا عايزين نساهم ولو بجزء صغير ان احنا نكتشف مواهب جديده ونساعد الناس ان هم يوصلوا للاولمبياد.